من أجمل مكان في العالم بالنسبة لي هنا، من أجمل بقعة في العالم. بقول لكم أهلا بيكم ونورتونا، وإحنا تشرفنا إن إحنا معاكم. وأنا في اليومين اللي فاتوا دول شفت حاجات فعلا تخليني أحس إن أنا فخور جدا إن أنا مصري بجد، فخور. ودي فرصة إن إحنا نبعت تحية محملة بالحب والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بحبك في البلد وربنا معاك.